سي منير، اذا تعريف بديواني الاخير اللي هو صمت كصلواتي المفقوده. في هذا الديوان سفر ينشد الوصول الى ضفاف الاستقرار بدءا من ابواب اعياها القدم حتى فواكه العشق. فالصمت كان عتبه اولى للمرور الى ذلك الحلم المنتظر. صمت كصلوات المفقودة إذا في 128 صفحة عن دار ميارة للنشر، تقديم الناقدان الشاعران مراد ساسي وصادق حمزة موندر من سوريا، ترجمة إلى الفرنسية والإنجليزية بأقلام أدباء من تونس الأستاذة فتحية بروري، الأستاذة منيرة الفهري، الجزائر الشاعر أستاذ سليمان بكي، المغرب الأستاذ علان فري، الأستاذ رشيد ميموني، النعمة بن أحلام، العراق إلى الإنجليزية محمد محمود أحمد. الديوان ينقسم إلى جزئين، الأول أبواب أعياها القدم، الجزء الثاني فواكه العشق. في الجزء الأول قصائد، في الجزء الأول قصائد تحمل كثيرا من أوجاع الإنسان والوطن، تميل أكثر إلى الشجن والصمت، وإن كان حرفا فالحرف ضاق بتلك الأشجان وأصبح إنه في مساحات بلا ضفاف، مساحات يكتنفها الصمت. إذا جاء الجزء الثاني باب آخر للأمل، ولو أنه لا يخلو كذلك من بعض الشجن في قصائد عديدة مثل طفلة تشتهيها المشانق، لكن يظل الأمل يراقص ذلك الشجن ليفتح الساحات والنوافذ والأروقة لأمل جديد ولحظة قادمة. العنوان اللي هو صمت كصلواتي المفقودة هو مساحة كبيرة توجد في سواد الغلاف، والسواد ليس إلا ذلك الشجن الذي أعيش في مراحل حياتي كما يعيشه أغلبية الناس وخاصة الكاتب. وهنا لابد من فسحة أمل للحظة قادمة، هناك دائما بهرة ضوء في الأفق، أو لأقل في آخر الرواق، لأن أروقة الشجن كثيرة ومختلفة، فالشمعة بفانوسها الطيني الذي يتصدر هذا السواد ترمز إلى الخشوع، إلى تلك الصلوات الضائعة المفقودة، ترمز أيضا إلى تلك البهرة من الأمل والضوء. من هذا الديوان اخترت قصيدة ليست بطويلة، وهي تحمل نفس العنوان الكتاب صمت كصلواتي المفقودة. أنا من علمتني الفراغات أن أطفو من دهشتي إلى أقاصي الجنون، لم يعد لي الآن ما يمكن مني، صمت كصلواتي المفقودة تتكدس فيه كل جهات الأرض، يؤسس موائد للخراب القادم ويهيئ مأتم الأنحاء غير مشاعة للجسد. من سيهتف بعد قليل في طيف يتلو لنفسه تفاصيل الخروج، حيث تركض المنعرجات فيه وتنام المهمات المستعجلة، كأني النقيض الذي يغفو على شبهي، كأني البلاد تمتحن شوارعها بعد موت العابرين، وأطفال يعودون من خسر يتناوب عليه الغزاة. الآن أفتح الساحات الخالية وأروقة الخيول المنبهرة بالفراغ، أفصح عن موتي بمعنى لا يفهمه الماكثون في الضوء، للغرابة أن تهتف في جسدي، للتجاعيد والضربات البطيئة أن تدرك الآن أنني أكثر صرامة من زفير بلا أحد. شكراً.